حنا كنقولوا بينوا لنا حنا الاخ عارف المعلوميات عارف المعلوميات. هذا الجواب اللي عطانا السي عزيز يعطيه لنا وزير الداخليه يقول لنا حنا مضلعين في المعلوميات حنا عفارت في المعلوميات وهذاك الشيء كله صحيح. يجاوبنا يقول لنا هذه الكلمه هذه اللي قال السي عزيز صافي طوينا الموضوع وطوينا الموضوع. ولكن طالما ان السيد وزير الداخليه اللي هو عضو في الحكومه والرئيس ديالو دار هذا التصريح علنيا هذا الشيء كيخوف ويدعو الى عدم الاطمئنان. واقول بالنسبه للاستقرار الانتخابي نحن لم نثير لا تقطيع انتخابي ولا العتبه. احنا مستعدين لا 6% ولا 10% ولا 3% وكذلك التقطيع الانتخابي. كل ما هناك قلنا ودي هناك تاخر الحكومه تاخرت بزاف. فالمعايير الدولية الاستقرار الانتخابي محدد في سنة المعيار يعني سنة تكون الرؤية واضحة بالنسبة للجميع. والمغرب سنة المغرب سنة المغرب سنة المغرب سنة على 6 شهور مع جمعية مجلس أوروبا سنة وقع في إطار الالتزام ديالو باش يكون شريك لمجلس أوروبا خصو يحترم على الأقل 6 شهور نقصوا له 1 6 شهور 6 شهور إلى حد الآن القوانين ما كيناش توافق ما كاينش. هذا الشيء كيخوف. ماذا يطبخ ل 7 اكتوبر؟ نسمعوا استاذ سرقاوي ماذا يطبخ ل 7 اكتوبر. هل